برحب بجميع المشاهدين مجددا مباشرة من بيروت. جاني مادنس فنان فرنسي من أصل لبناني بيجمع بصوته موهبة أداء الطبقات الصوتية العالية والنغمات الإلكترونية وتقليد كافة أنواع الإيقاع والأصوات المختلفة مثل أغاني الروك الهيب هوب البلوز والجاز وغيرها. بهالمجال أقام عروض فنية عديدة على مسارح بفرنسا ومسارح أخرى بإنجلترا وإسبانيا وبلجيكا. مؤخرا أحيا جوني مادنس عرضه الفني الثالث بلبنان على مسرح الجامعة اليسوعية بلبنان. جوني أهلا وسهلا فيك معنا باليوم على الحرة. قبل ما نباشر حديثنا معك نتابع التقرير التالي للزميلة ميرنا غرزوزي. Romeo loved Juliet, and Juliet she felt the same. تخيله للوهلة الأولى يغني بمرافقة فرقة موسيقية لتكتشف بعد لحظات قليلة إنه هو المغني وهو الفرقة بكاملها. كتير حلو وكتير كرياتيف وكتير جديد. فعلا الشيء اللي عم بقدمه صعب، بده كتير تمرين، بده كتير تحضير وبده نفس قوي كمان. بتصير تتفاجأ انه القصص اللي عم بيطلعوا من تمه كيف عم بيطلعوا وقد ايه قوة هالشيء اللي عم بيطلع يعني برج المسرح يعني. كتير حلو سبيكتاكل، انه الحقيقة ما كنا مستنظرين يعني، سمعنا عنه بس ما كنا مستنظرين، بس انه كتير كتير حلو. عجبني، عنده تقنية عظيمة، تقنية وبعدين أكيد في موهبة، بس قد صار له من الوقت يتمرن توصل لهالمستوى، هيدا فظيع. جوني مادنس حالة فنية فريدة من نوعها في العالم العربي، وطاقة صوتية قل نظيرها في عالم بات يبحث عن التميز في كافة المجالات. ميرنا غرزوزي اليوم على الحرة بيروت. إذن برجع برحب فيك جوني مادنس، أهلا وسهلا فيك معنا. يعني البيت بوكس موهبة مميزة وفريدة من نوعها، كيف ابتدت عندك؟ كيف اكتشفت هالموهبة عندك جوني؟ بفتكر بالأول مثل كل ولاد صغار واحد ببلش بأصوات أصوات لعب، رح نقول تعطيك فكرة أنه يما يعني؟ أصوات كنت أعمل أصوات معي بالأول قصص هيك، بس أنا رجعيدة شوي وإذا بحطها بالريدم بصيروا بخلطهم مع بعضهم. ما بلشت بهيك أصوات صغار، أصوات سيارات، أصوات هليكوبتر، قصص هيك صغار، وشوي شوي صرت زيدهم على بعضهم صاروا ريدم، يعني صرت زيد الأصوات بين بعضهم هيك. بس إنه بالاول ما كانوا يطلعوا هيك معي، انه مثل كل الاولاد صغار وقت بيلعبوا بتعرفي بالعابهم بصيروا يقلدوا هيك، يعملوا اصوات، يقلدوا حتى اصوات الناس، يعني بصيروا يغيروا صوتهم وقت بيغيروا. كنت تقلد اصوات المحيطين فيك قريبينك؟ ايه كمان كنت قلد شوي كمان ايه كنت قلد شوي اصحابي اهلي، كنت قلد كثير ناس. ايه صحيح. طب واللي حواليك يعني مين شجعك اكثر شيء انه يلا نمي هالموهبه جوني اللي عندك؟ لانه ما دائما بنلاقي هالطبقه يعني. كمان بدي اياك تشرح لي عن الطبقه، بس مين شجعك بالبدايه؟ انا اكثر شيء امي، رح نقول يعني اكثر شيء اللي بتحب الموسيقى بعائلتي هي امي، لاكثر شيء بتسمعه، لاكثر شيء سمعتني يعني من وقت ما انا صغير، حتى وقت كنت ببطنها يعني مثل ما بتقلي كنت تسمع جو داسان، انا صرت حب جو داسان يعني خلاص بعدين صارت. وكل اللي سمعته يعني تقريبا اعطاني عمل افكت عليه يعني. طب جوني بالنسبه للطبقات الصوتيه يعني فسر لي هيك شوي، شو الطبق يعني عندك طبقات عاليه او واطيه كثير بتقدر تستخدمها؟ انا شغلتي الواطي اكثر شيء هو في التينور، التينور العالي كثير اعلى شيء صوته، الباريتون بيبقى لاخر شيء باريتون بس بسموه. انا بيناتهم بين اخر اثنين بتساعدني يعني، تنقول واحد بيبقى بيعمل انفرا بيس بتطلع بالهاوس بتصير
هذا بيساعد بالنسبة لتخون الصوت. بعدين هو جاي من الشان المونغولي، يعني كيف كانوا يغنوا المونغول، كانوا يطلعوا صوتين بذات الوقت. فور اكزامبل صوت واطي وصوت عالي بذات الوقت، بس في واحد طلعه بزليايمل ولا سوفر بتعرفي هيدي. طب جوني قد ايه بتتمرن؟ اكيد كنت تتمرن يمكن اكثر بكثير من هلا، لانه هلا صار عندك اياها يمكن تحصيل حاصل، بس بعدك يعني بعدني بس اكيد اقل من قبل. ايه اقل صحيح. من قبل يعني مثلا قد ايه كنت تتمرن قبل؟ بالاول اول شيء مينيموم 4 ساعات بالنهار، ايه كنت كثير 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 4 ساعات مينيموم. إيه. هلا اليوم مثلا هلا ساعة ساعتين صار نصهم. إيه طب صعبة بالنسبة لك؟ صعبة انه انه إيه يعني بتعبك يعني أبداً. بتعبك جسديا مثلا؟ يعني هون بدي اسالك عن وقفة المسرح، يعني مثلا مثل حفلة اليسوعية كان تقريبا الحفلة ساعة ونص، كان في انتراكت بيناتهم ربع ساعة او هي ربع ساعة ارتحتيها، يعني على قد ايه على فترة متواصلة قد ايه فيك تأدي هاي الأصوات؟ مع القصة هي انه بتنفس انا وعم بعملها، لأنه إذا عم بعمل بكون عم بعمل واحد، يعني بعدين بدك تتخيلي وحدا عم يركض، يعني قد ايه في داين هيك مع هيدا الريتم، يعني حسب بس انا بظبطهم هيك، يعني إذا بعمل شيء كثير سريع تنقول ورا رح اعمل شيء رايق مثل بتريح. طيب انا حابه اسمع منك شيء غنى مثلا مع اوكي مثل شو فيك تسمعنا؟ رح اعمل شيء كثير على البطيء كرمال تقدروا يفهموا الناس كيف 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 بصير زيدهم على بعضهم. أوكي. بالاول شيء بصوتي بعمل نو 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 You don't love me and I know none. You don't love me and I know none. حلو. طيب جوني كمان كنت يعني كنت تتمرن عندك فنون، تمرنت فنون قتالية بعدك لحد اليوم شوي شوي بيساعدك هيدا الشيء؟ اي كتير، لانه بتنفس بالمعدة، هي القصة انه واحد بصير يعبي معته يعبيه وبصير يفضيها شوي 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 شوي. كيف وقتها كنت اعمل مارشال ارتس قبل، كنت كان الواحد يلعب فايت، وقت هو عم يلعب فايت بده يضله كل قوته بمعته بيقولوا هيك الاكليبر تبعوله بيجي من هون من المعده، وبالبيت بوكس ذات الشيء، يعني التنفس بيعطي كل شيء من المعده، يعني بيساعد، هو الريزيرف تبع الهواء هي بالمعده يعني. وبعدك بتتمرن؟ ايه بس شوي ما فيني كثير كثير، لانه جرحت حالي، لانه كثرت كثير كثير مباراه، وكنت بطل لبنان وكنت بطل عالم كمان بالنونشاك، وصارت بلبنان نونشاكو يعني اللي كان يلعبها بروسلي حديدتين مع جنزير هيك، صارت فنون ارتستيك اكثر، يعني صارت شغله حلوه، واحد الناس بيجوا بيعملوا عرض وهيك اشياء. انا معي حزام اسود وكنت ايه بطل عالم هون بلبنان وقتها بال 89 مدري 87 شيء هيك. هلا اليوم وين عايش؟ بتتنقل كثير؟ اكثريتي بجنوب فرنسا، بس بروح ببرم شوي باوروبا، وهاليومين كثير كثير عم برجع على لبنان، عم جرب نعرف عن هالشيء بلبنان، يعني بهمنا كثير الموضوع، كثير الموضوع اللبناني، وعم يبلشوا يجوا يشوفوني تنقول الشباب عبالهم يجربوا هالشغله، عم ساعدهم شوي فيها كمان. طيب يعني كيف لقيت تجاوب الناس اللي حضروا حفلتك بالجامعه اليسوعيه؟ صرت عند يعني ثالث حفله بالجامعه اليسوعيه، كيف حسيت الناس جاوبوا معك؟ انا حسيتهم يعني بالاول تعجبوا، بصيروا يطلعوا بعضهم يعني انه لانه انا هي صارت معي بفرنسا تنقول كنت دق هيك دق الريتم وبذات الوقت غني، والناس ما كانوا يفهموا انه انا عم بعملهم اثنيناتهم بذات الوقت. هون كمان يعني صاروا يطلعوا بعضهم بالاول، بس فهموا يعني فهموا كثير انبسطوا كثير انبسطوا، يعني حسيتهم انبسطوا. طب بتفكر انك تعلم مثلا بلبنان هالفن هيدا؟ ايه عم ساعد ديجا، هلا يعني بلشت ساعد حدا
هون بلبنان. طيب يعني انت دارس حقوق كمان؟ بلشت درست حقوق هلا يعني جوني استغنيت عن كل شيء كرمال الفن. ايه هيك ما انه القصة انه انا لي شي 10 سنين تقريبا بعملها هالشغله وبطلع على المسرح بالبيت بوكس، بس كملت بذات الوقت الدرس لانه شغله كثير مهمه، ولانه الفن في يمشي مثل في ما يمشي، وما كنت يعني انا كنت اخذها تسليه، كنت اتسلى هيك بوقت من صغير يعني ما اخذها جوب يعني شغله، وصاروا انه رح نقول جبروني رح نقول صاروا يتلفنوا للناس وتعضق عنا وهيك 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 وهيك، ومشي الحال وكبرت وصرت بلشت بتولوز يعني شوي هيك وكبرت وطلعت على كل جنوب فرنسا وبعدين على كل فرنسا صارت بعدين على بلجيكا بعدين على اوروبا كلها. طيب جوني شو رح تسمعنا هلا؟ رح جرب اعملكم شويه درامز لانه هي شغلتي البيزك تبعولي. لازم تشرب مي قبل ما ايه لانه بنشف كثير تمي. اوكي Take your time, trust in me, and you will find infinity. جوني انت عضو بلجنة التحكيم ببطولة فرنسا. نعم. بالبيت بوكس، في مواهب واعدة بفرنسا بهالمجال هيدا؟ يعني في مواهب في ناس في خصوصا صغار في قد بأي عمر ببلشوا بعمر صغير ببلشوا يعني ولا أصغر واحد أنا شفته عمره شي 5 سنين أصغر واحد بس هيك يعني عم يتسلى أصغر واحد قوي 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 13 سنة بل أنه نحن هن بيشوفونا عم نعمل هالشغلة ببين كافتتاح لهم. أنا وقتها كنت صغير يعني كنت عاملها هيك تسلي بس ما كان في حدا كبير يعني شجعني عليها، هن بيشوفونا دغري بحسوها شغلة عادة يعني، نحن وقتها بلشناها ما كان في حدا يعني أنا كنت الوحيد بكل تولوز يعني ما كان في غيري. طيب جوني أمتى الحفلة الجاي بلبنان؟ حفلة الجاي هلا قطعت كانت السبت الماضي، مارت الجاي انا بقول بديسمبر بركي بس ما في شيء اكيد هلا فور ذا مومنت ما في شيء مأكد. وفي عندك شو مشاريعك الجاي؟ في بس خليهم مفاجأة خليهم انا مفاجأة ما فيني احكي عنهم المشكلة بس رح تشوفوني كمان رح ترجعوا تشوفوني يعني. اكيد ورح ترجع تكون ان شاء الله ضيفنا. انا بدي اتشكر جدا مشاركتك معنا جوني مادنس، شكرا على هذا اللقاء واهلا وسهلا فيك معنا دائما باليوم على الحرة.